انت مش ناوي بقى تقول لعز ان انا خلاص بقيت معاكم في الليله دي؟ بقول لك ايه؟ الموضوع ده مالكش دعوه بيه خالص لغايه ما اظبط كل حاجه. انا عارف ان اصغر منك، بس اسمح لي اقول لك انك غلطان. انت لو وقفت قصاد مصلحه نبيل هيبيعك ويضربك في ظهرك حتى لو ضل يخش جوه بيتك. قصدك ايه؟ قصدي انه ممكن يخونك عادي. عاوزنا نخلص عليه يبقى نخلص عليه بالعقل. انا اعرف اللي دخلنا بيته ويجيب لنا قراره. هو انت بتراقبي احمد يا دينا؟ الظاهر ان احنا كلنا بنراقب بعض ومش دارين. يعني في سبب للجريمه ومفيش غيرهم في مكان الحادثه، ليه بقى بتقولي ما قتلهاش؟ عشان تقرير الطب الشرعي اللي مع حضرتك ملعوب فيه. ملعوب فيه ازاي؟ ما انا كتبت على البلوج وحضرتك قريت على فكره. تقرير ساره ملعوب فيه، كل اصحاب ساره عارفين كويس قوي انها بتشرب مخدرات، اشمعنى يعني تقرير حسن هيطلع سليم؟ انا عارف ان انت والدكتور علي كنتوا قريبين من بعض. ما لاحظتش يعني ان هو بعد شهر او شهرين من الحادثه انه اتغير او بان عليه حاجه كده ولا كده؟ بقول لك ان دكتور الطب الشرعي كاتب ان ساره دمها نظيف، وانا بقول لك انها كانت مبلبعه قد كده. اقول لك ان انت اللي علمتني الشر. مش كده؟ مش دي الحقيقه؟ على فكرة أنت ممكن كده تعيش طول عمرك لو أنت عاوز. أنسى سارة؟ أنت ما بتحبش غير نفسك وبتكذب على روحك إنك بتحبني وبتحب أهلك وأصحابك والناس اللي سبتهم وجريت ورايا. كل واحد فينا مستني التاني يغلط. بس أنا متأكدة إن أنت هتقع برجليك. أنا بتصور وأنا عارفة في كل ركن في البيت، وأنت شايفة إن ده حد يستاهل تعيشي معاه بالطريقة دي؟ مش هقدر أسيبه. لو أحمد عرف إن أنا كنت بقابل نبيل، ليه هو انتوا لسه بتتقابلوا لحد دلوقتي عنده في البيت؟ انت مجنونه يا بنتي؟ انت ست متجوزه؟ معلش يا باشا هتعبك معايا بقى. انا كنت عايز اذن عشان اكشف على حسابات مرات الدكتور علي فريد. حساباتها في البنك. ما احنا كشفنا عليه هو قبل كده، بس المره دي بقى عايز اشوف حساب مراته. طيب تمام. طب ياخد وقت قد ايه كده؟ طب كويس قوي، خلاص ماشي. في انتظارك. معلش بقى احتابك معايا. مع السلامه. اهلا اهلا يا باش مهندس. انا قلت برضو انك هتنورني الاسبوع ده. اشمعنى؟ عشان احمد طبعا. هو ما جابلكش سيره؟ لا احمد ما جابليش سيره، بس دينا بنتي جابتلي سيره. غريبه قوي. قول لي يا عز، الواد احمد ده كان جاي لك عاوز ايه بالظبط؟ عاوز يشاركني يا سيدي بس في رصيف المارينا اللي عليه المطاعم يعني. قال انه عاوز ياخدها لحسابه، فانا قلت له سيبنا فكر. لقيته داخل عليا بثلاثة مليون، والنهاردة محول لي زيهم. قلت لا بقى، ده الواد بيتكلم جد. الله، ده الواد مخطط لكل حاجة. ويا ترى بقى يعرف كل حاجة عن المشروع؟ لا طبعا يعرف. ده ايه؟ انا بس قلت له اني بستثمر في المارينا. في حاجة يا باشمهندس تحب اسك عليه؟ لا لا لا، ده الموضوع مش مستاهل. هو بس اصل الواد ده مغلب دينا بنتي، وانا حابب اقرص له ودني. اقرصها لك؟ ازاي؟ اقول له ان احنا النهارده اتقابلنا وانك بتفكر انك تخش معايا شريك. وتفتكر ده وقته يا عز؟ الموضوع كلها شهر ويتعرف. خلي الواد يمشي عدل من دلوقتي. طب والستة مليون اللي دفعه؟ معقول؟ معقول الواد دوت مثلا باع المطاعم كلها وقبض فلوسهم كمان؟ والله على حسب علمي هو لسه بيتفاوض مع الناس في البيع. الله، ده الواد محوش من ورايا بقى. ده الواد ده كان بيقول لي انه مش قادر يسدد اقساط الفيلا، وانا قلت له هسد معاك. قول لي يا عز، هو الواد ده بيحاول يستغلني ولا ايه؟ شوف يا باشا، بصراحة كده أنا ما أحبش أشارك اللي زي أحمد، إنما عشان خاطرك أنا مستعد أعمل كده، وعشان خاطر دينا كمان. وبعدين أنا عشان كده
بدأت تدعبس وراه عشان أعرف حساباته في البنوك. ويا ترى بقى عرفت جاب الفلوس منين؟ لا، ودي حاجة تقلق أوي. طيب وأنت رأيك إيه؟ أحمد عمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة، بس برضه الاحتياط واجب خصوصا في مشروع ضخم زي ده. عشان كده أنا ما مضيتش معاه العقود دلوقتي وسبته يشتغل. والله ما طلعش عليه حاجة يبقى أهلا وسهلا، اشتبهنا فيه في حاجة يبقى لا. بمناسبة حاجة تشبه دي، في ضابط مباحث جه سأل عنه عند دينا بنتي، ولحسن الحظ إن أنا كنت موجود هناك. كان عايز إيه ده؟ معرفش، هيا كان بيسأل أسئلة غريبة كده، بيتكلم عن شادية، واضح إن الموضوع له علاقة بنبيل رشدي وزفت الهباب المخدرات. والضابط ده ما قالش اسمه إيه؟ اسمه حسام شعلان. قول لي يا عز، أنت تعرفه؟ أيوه، بس ده ملوش أي علاقة بالمخدرات. أمال ده يبقى إيه؟ هو في يعني موضوع كده ما تشغلش بالك بيه، أنا لي تصرف معاه بعدين. أهلا يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله. حاسة موجود؟ هيروح فين يعني؟ طول الوقت وشه في الموبايل بتاعه. طب أنا داخلة، اتفضلي. ادخل. صباح الخير. صباح النور. احمد جالك ليه يا حسن؟ ايه الدخله اللي انت داخلها عليا دي؟ شويه شويه يعني. رد على سؤالي. مفيش، كان بيديني نصيبي في مطعم السخن، ربع مليون جنيه. وخدته؟ لازم تاخده. انت شايفه كده يعني؟ يا ابني ده حقك، المفروض اصلا يديك اكتر من كده، ده حرامي. اه شكلك كده لسه مقابلاه طازه عشان كده سخن عليه. ما برتاحلوش، مش فاهمه في ايه. يا ابني ده معيش مراته في رعب، حاطط لها كاميرات في كل البيت وبيراقبها. بقول لك ايه صحيح، تفتكر الصلاح ليه علاقه بالكاميرات دي؟ واي حاجه ليها علاقه بالنت والكاميرات يبقى لازم ندخل فيها صلاح. هو مش انت اللي قلت لي ان صلاح بقى قريب قوي من احمد ودينا؟ ايوه انا اللي قلت لك كده. سيبك من موضوع الكاميرات ده، انا لازم اكلم صلاح عشان انا مش فاهم اي حاجه من الايميلات اللي بتتباعت دي. هو فاكلك ايميل؟ اه، ونزل لي الاكونت على الموبايل عندي وانا قاعد عليه اهو بمزاج. طب وبتدور ازاي؟ انا ما بدورش، انا قاعد مستني. لا والنبي، يعني انت مستني دلوقتي قتل القتله يبعت لك يقول لك هاي ازيك عامل ايه؟ مش بالسذاجه دي، بس يعني حاجه شبه كده. يا معلم دور في السيرش، هات ندور على حاجة مهمة شوية، حسابات بقى، أرقام. وطبعا هندور في الإيميلات القديمة لأنه أكيد مظبط الجديد وشايله كله. يا باشا إيه قولي، لقيت حاجة؟ تحويل؟ ده كل قد ايه ده؟ 6 أو 8 شهور. ده منين بقى؟ ايه؟ دي شركة اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ سانتا كلارا؟ طيب تمام ماشي، تعبتك معايا، مع السلامة. اهو البيبي يحول فلوسه من شركه في اسبانيا من ساعه ما فتح لهنا في مصر. وريني كده الشركه دي بقى بتاعت ايه؟ نقل وملاحه وحسابها في الكاريبيان. كاريبيان؟ محمود وكاريبيان ما تركبش خالص. اديكي ابتديت تشغل مخك اهو. على فكره بقى احنا ممكن نتقص ونعرف هي الفلوس دي بتتحول من الشركة ليه.
سانتا كلارا. ايه ده يا حسام؟ دي ارقام مبالغ اتحولت لحساب مدام ليلى عبد السميع مرات الدكتور علي الله يرحمه اللي انتحر وقتل عيلته كلها. مظبوط سعادتك، بس طبعا هتلاقي التحويلات دي كلها قبل ما تحصل الحادثه. بعد اذن سعادتك. لكن التحويلات دي من غير ترتيب. ده صحيح، بس حضرتك لو رجعت التواريخ هتلاقي ان التحويلات دي بدات من 10 سنين ووقفت قبل ما تحصل الحادثه بسنه بالظبط. الفلوس دي كلها مصدرها ايه بالظبط؟ شركه اسباني نشاطها الاساسي النقل والشحن في الثمانينات. بص يا سيدي بقى، اهو من حوالي 20 سنه الشركه دي بقى لها شركات كتير بتشتغل تحتها، ادي يخوت، صيانه، بيع وشراء، وفي شركه تانيه بتشتغل في سياحه البحر المتوسط، يعني كروزز كده ورحلات بحريه. بالظبط، رحلات بتطلع من كل مواني البحر، في عندك من قبرص، من اثن، من باري، بيروت، وفي من اسبانيا طبعا، وفي من مصر. طب دول مالهمش مكتب هنا مثلا ممكن نوصل لهم؟ لا يا فندم، مالهمش مكتب مباشر، انما كان في شركات سياحه كتير بتشتغل معاهم. الميزه بقى ان الرحلات الخارجيه من مصر قلت، وده لان السياحه قلت بشكل عام. يعني الشركات انحصرت قدامك؟ ايوه يا فندم. مفيش غير خمس شركات بس هم اللي بيشتغلوا معاها بانتظام، هم دول. ادي يا سيدي اسامي الخمس شركات اهم. تعالى بقى نرجع لايميل محمود نفسه. الله، ده الخمس شركات بينهم وبين محمود وصفي شغل، ده هو وسيط بين الشركات بره وجوه مصر. عشان كده بقى محمود طول الوقت مسافر. بس اكيد سانتا كلارا في وراها حاجه اكبر من كده بكتير. هو مفيش غير ان الراجل كان بيقلب رزقه يعني. ايوه بس مين اللي هيعرف محمود وصفي على شركه زي دي؟ لازم يكون راجل تقيل جدا عايز محمود يبقى وسيط ما بينه وما بين الشركه بره. عز الدين صادق. وارد. انت عارف كمان ايه؟ ده ممكن تكون سانتا كلارا دي اساسا شركه غسيل اموال وعز بيستثمر فلوسه فيها. انت ناسي ان عز ما كانش عارف يدخل فلوسه من بره الفتره اللي فاتت. يبقى اكيد عز ليه علاقه بالخمس شركات السياحه دول. او واحده منهم على الاقل. أنا مش فاهم الرابطة اللي أنت عاوز توصلها دي يا حسام. يا فندم الموضوع بمنتهى البساطة، مرات الدكتور علي تحولها فلوس من شركة سياحة على الورق، والشركة دي ليها شغل هنا في مصر، فهي حاجة من اتنين، يا إلا مرات الدكتور علي بتشتغل في السياحة من الباطن وده حسب معلوماتنا ما حصلش، يا إلا صاحب الشركة هنا في مصر عايز يرشي مرات الدكتور، أو يرشي الدكتور نفسه عن طريق مراته. مظبوط سعادتك. بس يرشيه ليه؟ مش معقول يدفع له كل الفلوس ديت عشان التقرير. يا فندم الحساب عند سعادتك، الفلوس دي كلها اتحولت بعد الحادثه بتاعت حسن وساره. يا فندم نبيل رشدي اعترف ان هو كان موجود في الشاليه ليله الحادثه، وقال ان حسن كان مغمى عليه وساره ما كانتش موجوده، وفي شهود كتير جدا اكدوا ان ساره كانت على علاقه بواحد تاني غير حسن. وشادي رستم اكد نفس المعلومه، وقال ان في حد عدى عليها بعد ما اتصل بيها عنده. وشادي هو مات. والدكتور مات. واللي سرق كمان التقرير مات يا فندم. اللي انا برضو مش فاهماه، ازاي عايز يشغل معاه حد قتل بنته؟ مش عارف يا شادية، بس اكيد في بينهم مصلحه كبيره، وكمان الصدفه اتقل بكتير من انها تبقى حقيقه، خصوصا بعد موضوع مكالمه نرمين واللي هددها ده. حسن، وانت كان في ايه بينك وبين نرمين قبل الحادثه؟ ولا حاجة. كنا بنتقابل من وقت للتاني وهي كلمتني عشان أقابلها. هي اللي كلمتك؟ اه. وأكيد طبعا رحت قابلتها في السخنة قبل الحادثة. هو أنا رحت حسب الميعاد اللي بينا، بس هي اللي ما جاتش. ما حاولتش تعرف ما جاتش ليه؟ ما
كانش في بالي اصلا. انا كنت بقعد بتكلم معاه عشان انسى بيتي ومشاكله. لقيتها فجاه هي اللي بتكلمني عن مشاكل هي ومحمود، وانه بيسيب الشغل وانه اتجنن عليها، وفجاه ابتدى ياجل كل حاجه متعلقه بجوازه. اكيد طبعا عارف ان انتوا بتتقابلوا. جايز عشان كده هي ما جاتش الميعاد. اكيد خافت منه او خافت عليك منه. ما اعرفش يا شادي، الحقيقي ما اعرفش. كل اللي يهمني دلوقتي ان انا اوصل لمحمود في اسرع وقت عشان اعرف هو يعرف ايه بالظبط قبل ما حسام يشم خبر ان انا كان ليا اي دعوه بمراته. معاك حق. طب بص انا هطلع على البيت بس عندي حاجه هعملها وارجع لك على طول. اوكي ماشي. عارف اللي انت بتفكر فيه ده يا حسام ممكن يوصلنا لايه؟ ان حسن مظهر اتسجن ظلم في قتل مراته. عارف يا فندم. عارف يا فندم؟ ودي يعني حاجة بسيطة سهلة؟ والله يا فندم احنا ما عندناش غير ضميرنا هو اللي يقول لنا نعمل ايه؟ وبعدين حقيقة زي دي هتفتح علينا باب أسئلة كتير. وهتفتح علينا تهم احنا اللي هنشيلها. احنا كايه بالظبط يا فندم؟ احنا جهة تحقيق. يا حسام الشارع دلوقتي بيصطاد في المية العكرة. يا فندم وده سبب يخلينا ان احنا ندور على الحقيقة عشان نثبت للناس كلها ان احنا بنشتغل ليل نهار عشان نظهر الحق ايا كان مين طرفه. يا سيادة اللواء احنا مش مكتوب علينا ان احنا نفضل ندافع عن اخطاء غيرنا، لكن مكتوب علينا ان احنا نصلح الغلط حتى لو كان مننا. انت عاوز تفتح قضية حسن مظهر من تاني؟ بأدلة جديدة يا فندم. ومعاك الأدلة؟ نوصل لمكان نبيل رشدي وكل حاجة هتبقى تحت ايدنا. وزعت نشرة بأوصاف واسمه؟ هيظهر يا فندم ما تقلقش. اللي زي نبيل رشدي ده ما يستحملش يفضل مستخبي كتير. نبيل. هاي نبيل ازيك؟ كويس الحمد لله. ازيك انت؟ انت شكلك مش فاكرني صح؟ معلش اصل دماغي مش فيا اليومين دول. انا رانيا عوض اللي اشتريت منك الميني كوبر افتكرت؟ اهلا اهلا. ازيك يا رانيا؟ معلش ما خدتش بالي. اتفضلي اقعدي. تحبي تشربي درينك ولا ادهم يزعل مننا؟ يتفلق عادي. ايه مزعلك ولا ايه؟ لا هو زعلني وانا خلعته اصلا. حلو قوي، يعني كده ملوش درينك عندنا. عامل ايه؟ انت هنا اجازه ولا شغل؟ بقولك ايه؟ احنا ما تقابلناش ولا نعرف بعض اصلا. اوف انت شكلك عامل عامله. كانش قصدي اعملها. كداب قوي. كداب قوي؟ كده شكلها القعده هتطول. وانت شكلك معاكي ناس مش عاوز اعطلك معاهم. انا كده كده قاعد شويه وماشي. ده انا شكلي بوخت عليك في الكلام وانت زعلت. بجد والله ما كانش قصدي. لا خالص ولا بوختي ولا اي حاجه. لسه اقعد معاكي وارغي وبتاع ونخبط في بعض، بس انا فعلا ورايا طياره ولازم امشي دلوقتي. اوكي. طيب. يعني لو فاتتك الطيارة وحبيت ان انت تكلمني او نتقابل تاني نرغي انا هديك رقم تليفوني. اوكي؟ طبعا. اوكي. انا هنا مع اهلي معيش اي حد من صحابي، فانت فاهم بقى بتبقى خنيقة ازاي. لو حبيت تكلمني كلمني. اكيد. مبسوطة اني شفتك يا بولك. وانا كمان. باي باي. انا مهروش قوي كده ولا ايه؟ كده مفيش ناقص غير امضة حضرتك ونقول لبعض مبروك. طيب. انا هراجع الورق مع هشام بيه مره اخيره ونشيك هانس بعد يومين. بس انا متهيألي ان الاستاذ هشام راجع الاوراق كلها. في حاجات تخصك انا لسه ما رجعتهاش. زي ايه معلش؟ زي فلوسك. مصدر الفلوس يهمنا قوي يا احمد. احنا بنشتغل مع الحكومة وانت عارف بقى شغل الحكومة. اي مشكلة في جنيه واحد تعمل لنا ازمة كبيرة. طب حضرتك كده عايزين نقدم اقرار ذمة مالية؟ لا 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 مش هتحتاج تعمل كده وتتعب. هشام بيه هيتولى الموضوع. وايه اللي استاذ هشام لقاه فمعطل اتفاقنا على اساسه؟ 3 مليون جنيه اللي انت دخلت بيهم علينا جبتهم منين؟ فلوسي. فلوسك.
أنا عارف إنها فلوس. في حد معاه 3 مليون جنيه ما يدفعش أقساط البيت بتاعه اللي في التجمع. في حد معاه 3 مليون جنيه ما يدفعش ديون المطاعم. ده أنت بعت المطاعم بالخسارة عشان معكش فلوس تمن الأكل اللي أنت استوردته. سيادة المستشار، حضرتك عارف أنا متجوز مين؟ مصر كلها عارفة. طب هي مصر كلها مش عارفة أنا بصرف قد إيه مصاريف شهرية على مراتي؟ من لبس وجزم وشنط وتكاليف شهرية؟ طب سيبك من الهلس ده كله. المحل اللي هي فاتحاه، حضرتك عارف هو بيكلفني قد إيه؟ سواء من عمالة أو ماتيريال أو إيجار؟ وإيه علاقة ده باللي بنسألك عنه؟ يا أنكل عز، أنا لو حطيت كل أرباحي ومكاسبي في حسابي في البنك، مراتي هتقشطني. أمال ما خلفتش ليه لغاية دلوقتي؟ إيه ده؟ أنت بتغش وبتهرب من الضرايب كمان؟ إيه يا سيادة المستشار؟ هتبلغ عني الضرايب؟ يا أحمد، أنا وأنت مش الشركة بس في المارينا، في معانا شركة تانيين كتير، معظمهم مستثمرين من بره، أنت ما تعرفهمش. لكن في واحد أنت تعرفه كويس أوي. مين يا عبد السلام بصدقي. بعدين معك يا حسن، هتفضل يا ابني حابس نفسك في اوضتك كده على طول؟ معلش يا ماما، اصل انا بدور على حاجه ومستنيها تحصل. حاجه بخصوص قضيتك يا حسن؟ احنا مش قلنا نسيب حسن بيشوف الموضوع ده بنفسه؟ يا ماما في حاجات كتير قوي حسن ما يقدرش يعملها لوحده، لازم انا اللي اعملها واساعده فيها. حبيبي انا خايفه العمر يفوتك، ما هو مش معقول تخرج من سجن على سجن. ثانية واحدة يا ماما. أيوة يا شادي، بقول لك إيه؟ محمود غير ميعاد وصوله جاي النهاردة. إيه ده؟ طيب ماشي، أنا نازل لك حالا. سلام. يا ابني أنا بكلمك. يا ماما يا حبيبة قلبي، مش أنا وعدتك إن أنا أشوف شغلانة تانية؟ وعدت لك لحد عندك. إيه فين؟ الفلوس اللي إداها لك أحمد. ماما أنت فاكرة إن يعني ربع مليون جنيه اللي إداهم لأحمد دول هيعملوا أي حاجة في الزمن اللي إحنا فيه ده؟ دي ما تجيبش عربية كسر حد. حبيبي ربنا بيسبب الاسباب، انت بسم الله ما شاء الله عليك دماغك حلوه وشغاله، يعني اكيد هتعرف تلاقي طريقه تحط فيها الفلوس في حاجه تستاهل. عارف يا حسن، في شويه شباب على الفيسبوك عملوا عربيه اكل في التجمع، الناس رايحه جايه عليهم كده. انت على اخر الزمن عايزاني اقف بعربيه اكل في الشارع يا ماما؟ حبيبي الشغل مش عيب، ما حدش كبير على الشغل. وبعدين مين قال لك اقف عليه؟ هات شباب صغيرين وشغلهم. أهو ينوبك سواد. حاضر، هجيب عربية أكل وأجيب عيال صغيرة أقعد أشغلهم وأقعد معاهم بقى في الشارع. حبيبي أنا خايف عليك، مش قصدي أفرض حاجة عليك. ماشي. وصلت الدرجة دي؟ أبقى واقفة بكلمك وتسيبني وتمشي؟ صبرني يا رب. انت متأكد من الإيميل؟ أيوة، مش كده يبقى غير الموعد؟ ده زمان وصل. طب اركب يلا. يلا. انت ركبت الكاميرات عندنا في البيت؟ لا. قولي لا. ايه الهبل؟ انا هركبها ويقول لي جوزك قاعد جنبي، كنت قلت لك من اول حسن. انا عايزك تشيلها من البيت يا صلاح. تشيلها من البيت ايه؟ هي لازقه، دي كاميرات يا ماما، متوصله بالكمبيوتر والايباد بتاعه، يعني مجرد ما انا اتحرك هنتكشف. مش هينفع اكمل عيش كده. انا حاسه ان انا طول الوقت عين احمد فوقية. اتفضل بقى اشوف موبايلي بقى متراقب كمان ولا لا. مش متراقب. مش هعرفك. عيب بقى، دي لعبتي. وبعدين هو لو مراقبك ما كان انكشف موضوع مكالمتك انت والنبي. انا كل اللي اقدر اعمله لك ان انا انزل لك سوفت وير زي بتاعه بس. وهستفاد ايه؟ هراقب نفسي وانا في البيت؟ لا يا نصر، هتراقبيه هو كده بقى، يبقى انتوا الاثنين ما شاء الله عليكم عينيكم على بعض.
عيلة بصراحة ما شاء الله يعني. اتفضل شوف شغلك. حاضر يا مدام. دينا 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 يا دينا 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 سامح، أنا بحقق في القضية بتاعت عمك، مش هاخد من وقتك كتير. هي فين القضية دي أصلاً؟ أنا عمي قتل نفسه ومراته وولاده، أنتوا عايزين مننا إيه؟ طب أنت سمعت قبل كده عن أي مشاكل كانت بينه وبين مراته؟ لا يا فندم ما سمعتش. طب ما حسيتش إن في حاجة مضايقاه كده في الفترة الأخيرة؟ هو كان ساعات بيكون مخنوق، بس مرات عمي كانت بتقول إن ده من قعدة البيت. طب ليه ما حاولش يرجع لعيادته؟ هو حاول وكان بدأ يوضب فيها بس ما لحقش. طب معلش يا سامح، يعني خدني على قد عقلي، يعني عمك كان زهقان وبيفكر يرجع شغله وبدأ يوظف في عيادته وفجأة كده انتحر وقتل مراته وعياله، يعني مش شايفها يعني غريبة شويتين تلاتة؟ والله يا فندم ده اللي أنا قلته في التحقيق، بس محدش عبرني، قالوا لي إن ما كانش في دليل واحد إن حد معاه في الفيلا. طب الفيلا دي ملهاش غفيرة أو أي أمن؟ سافر بلده. أنا هعرف أجيبه بطريقتي. حضرتك بتدور على حاجة يا فندم؟ سامح، ما تعرفش عمك كان بيشيل مسدسه فين؟ ما أعرفش، بس أكيد مش قدام الناس عشان خاطر الأولاد. بس أكيد كان عنده خزنة. بالظبط، هو ده اللي أنا بدور عليه. طب قولي، مش حاسس كده في أي حاجة مكانها متغير؟ حسام بيه، أنا عمي كان متعود يرتب الكتب بترتيب معين، وده كتاب شكسبير، المفروض ما يكونش مع كتب الباثولوجي. بس انا ما اعرفش ارقام الخزنه. تيجي اعلم كده من دول. احنا مش محتاجين ارقام يا سامح، الخزنه دي اتفتحت بالعافيه، اتكسر القفل بتاعها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عمك اكيد ما كسرش الخزنه بتاعته، في حد كسرها وخد المسدس بتاعه وقتل وقتل كل اللي في البيت، في الآخر حط المسدس في إيده عشان يوهمنا إنه انتحر.